السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ زهرة. اليوم إن شاء الله ماشي وصفة، غنتشارك معكم البعض من المشتريات الأخيرة واللي يمكن تهم البعض منكم، خاصة إذا كانوا كيغيروا في المطبخ ديالهم قليلا أو عاد كيجهزوا المطبخ ديالهم. أشياء شريتها بأثمنة جد جد مناسبة وممكن تناسب مع العديد من المطابخ ديال سيدات، يعني اللون ديالها ما هوش شي لون فاقع او يعني مختلف على بعض الاواني، يقدر يمشي مع بزاف ديال الاواني اللي كتكون مسبقا عندنا في المطبخ، والبعض منها يعني اختياري، هذا كان اختيار ديالي، ماشي بالضرورة غادي يكون كيهمكم نتوما او كيهم القليل منكم على الاقل. اشياء غادي نشاركها معكم من الاول للاخير. نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، لانني كنعرف كيف ما انا كيعجبوني فيديو مشتريات الاخوات، حتى نتوما كنظن كيعجبكم فيديو مشتريات. هادو كلهم مشترياتي الخاصه، وكيف ما غتشوفوا مشريين من بزاف ديال الاماكن، يعني ما يمكنليش نكون كندير تعاون مع هاد الاماكن كلها في فيديو واحد. نبداو بالاشياء اللي خديت واللي غادي تكون يعني في المتناول كنظن. نبداو بهاد القارورات او لا القراعي اللي انا مسبقا خديت واحد القرعه كبيره كندير فيها الدقيق، غادي نصورها لكم من بعد. وكنت خديتها من مرجان، خديتها تقريبا درتها في واحد فيديو مشتريات من قبل من هذا. ومن بعد مشيت المرجان ولقيت عندهم هاد القارورات، راهم باقيين عندهم الان وعندهم احجام اصغر كذلك، غادي نخليكم الفيديو من بعد لانني مؤخرا مشيت يعني هذا الاسبوع ولقيتهم باقين، أثمنة نقصت شي شويه. هاد القارورات او القراعي الزاج ديالهم نوعيه ممتازه، والغطاء ديالهم خشب وعنده هاد اليد هكذا من القنب، الشكل ديالهم زوين ومختلف، وعندهم هنا واحد البلاستيك او سيليكون كيحاول ما يخليش الهواء يدخل. هادو انا اختاريتهم، اولا هذا كندير فيه الشاي وكنخليهم فوق سطح العمل، وهذه القنينه اللي اكبر كيف كتشوفوا كندير فيها السكر الخشن وكنخليهم قرب ليا، اولا كيعاونوني في العمل ديالي، ثانيا ما كيخليوش الاسره ديالي تبقى كل مره تحل البلاكار باش تجبد داكشي اللي بغات، وكيبقى لي الداخل ديال البلاكار ديالي منظم. بقاو في اطار القارورات كذلك، هادو قارورات اولا علب ديال البورسلين كيف كتشوفوا، اللون ديالهم ابيض، الشكل ديالهم بسيط جدا. هاد التزيين انا اللي درتو باش يعطيني تقريبا نفس الشكل ديال هاد القارورات ملي نحطهم فوق سطح العمل، ما يكونش عندي اختلاف ويكون عندي واحد الغابيلي. هاد القارورات كذلك خديتهم من كارفور، والثمن ديالهم جد جد بسيط، وغنقول لكم علاش درتهم في هاد المشتريات رغم انني مسبقا مستعملاهم. درتهم اولا هادو خديتهم 12 درهم الوحده، يعني 12 درهم لكل قارورة، ولكن المشكل انني لقيتهم كيتباعوا في الفيسبوك وفي الانستغرام ب 99 درهم الوحده زائد يعني الثمن ديال الشحن. هذا اللي خلاني نديرهم معكم، يعني الا كانوا كيهموا بعض الناس فراهم موجودين في كارفور، حتى الا ما لقيتوهمش ممكن تستنى واحد شويه كيجيبوهم، يعني مره مره كيكونوا في كارفور بكثره. نمشيو نشوفوا شنو خديت. هاد الاواني خديتهم من بين، هذا قالب ديال الكيك او قالب ديال الفلون او قالب ديال الباتي، المهم تستعملوه، كيتستعمل في الفرن وكيدخل للثلاجة وكيدخل للمجمد. هذا انا استعملته مسبقا وجربته والنتيجة ديالو رائعة، ما كيتخبش وزوين، يعني رخيص، الثمن ديالو كنت خديته واقيلا ب 34 او 35 درهم. القياس ديالو هانتوما تتشوفوا، هذا القياس ديالو 26 سنتيمتر، وهذا زايد عليه غادي يكون واحد 30 سنتيمتر في الطول. النوعية جيدة،
ماشي خايب. مهم هذا جربته، الا لقيتوه في بيم فكنصحكم تاخدوه لان الثمن ديالو جد مناسب. وكذلك هذا خديته من بيم، خديته ب 30 درهم، يصلح الفلون، يصلح الكيك، يصلح اي حاجه. حتى هو كيدخل الفرن وكيدخل الثلاجه وكيدخل المجمد، استعمال ديالو جيد. لكن بالطبع كاين عندنا واحد الاحتياطات ديال الاستعمال باش نحافظوا على الاشياء ديالنا، يعني منين نخرجوه من الفرن ما نحطوش في مكان بارد، لان الا قاس لان حراره بارده وسخونه ومن بعد البارد فوق منها فغادي تتهرس من طبيعه الحال. ولكن الا كنتو تتحافظوا فما غادي يطرالو حتى شي حاجه. كنخرجوه من الفرن ونحطوه على خشب او شي مكان اللي ما فيش يعني ماشي بارد، ماشي نخرجوه نحطوه على سطح العمل او لا نقيسوه بالماء. هادو غير نصائح ديال الاستعمال، هادو خديتهم كيف ما قلت من بيم. هذا خديته فردي يعني بوحدو، هذا هو داك الصحن الصحن الدوار اللي تيقولوا لولادي انا. المهم هذا صحن خديته، ممكن تستعملوه للتنظيم، ممكن تستعمليه للفطور تحطي فيه الاول الاشياء اللي كتفطري بها كيجي ساهل في السيرفيس، وممكن تستعمليه العشاء تحطي فيه الاجبان وتحطي فيه. ممكن تستعمل حتى الحلوى يعني الحلوى ديال لاكريم، ممكن تستعمليه في اي حاجه انت كتبغيها. انا كيناسبني الثمن ديالو جد مناسب، خديته ب 50 درهم من درب عمر، يعني غير من الناس اللي كيبيعوا الاواني تما، ماشي شي واحد، كلهم عندهم تقريبا. حنا حيدنا من هذا، غنشوفوا الاشياء الاخرى اللي خديت. هذا الشيء ديال البيركس، البيركس هو واحد الماركه اللي معروفه فرنسيه وقيله، صوب الاواني زجاجيه واللي كتدخل الفرن وكذلك الثلاجه والمجمد. انا مجرباها مسبقا وعندي فيها اواني، غنوريكم البعض منها يعني واحد منها. هاد الانيه هادي فانا ماشي عاد شريتها، انا جبتها غير باش نوريكم. هادي قديمه بزاف عندي، هذا ها انتم تتشوفوا الاسم ديالها باين هنا بيركس. هذا قالب ديال الكيك، انا كنستعملو سنين دابا وما فيه ولا خبشه ولا حتى شي حاجه، يعني نقي، كنستعملو دائما ما كيتهرسش الا حافظتي عليه. بالطبع كندخلو في غساله الاواني يعني في لافيسيل، وكنغسلو بيدي، كندخلو للفران ملي كيبرد، كندخلو للثلاجه يعني الا درت فيه الفلون، فكندخلو ملي كيولي فيه الحراره ديالو مناسبه يعني كتنزل الحراره ديالو، كنغطيه وكندخلو للثلاجه ما كيطرالو حتى شي حاجه. الكفاءه ديال هاد الاواني هادو يعني الا شريتوهم ما غاديش تخسروا فيهم الفلوس اكيد، ولكن خصك تكونوا كتحافظوا، ما يمكنش تكوني كتهرسي وتشري الاواني الزجاجيه اللي كنستعملو في الفرن وفي هادو. خديت هادو حتى هما كيف كتشوفوا، هادو كنخدم بهم انا، هادو عاد شريتهم وموجودين في مرجان بكثره، الاثمنه ديالهم يعني فيهم لي بروموسيون تقدروا تاخذوهم بثمن زوين احسن من الثمن باش خديت انا. خديت هذا الحجم الصغير، كنظن هذا هو اصغر حجم، وخديت هذا الحجم اللي كبر منه، وخديت هذا الحجم كذلك اكبر، فيهم الارقام، وخديت هذا الكاس ديال الابار ديال بيركس حتى هو باقيين موجودين. هذا خديته بشي واقيلا 74 درهم، وكاينين اللي عندهم الغطاء يعني غطاء سيليكون كتدخليه للثلاجه مغطي. انا فضلت ناخذ هذا لانني ما كنظنش واش غادي ندخلو للثلاجه، عندي اواني اخرى كيمكن لها تدخل للثلاجه. وكذلك خديت هذا القالب حتى هو بيركس، خديته الكيش وخديته الحلويات يعني طارتو بوم ولا الحلويات لي طارت بالفواكه. رمضان جاي غادي نبغيو نوجدو شي حويجات حلوين الفطور او السحور. هادو كيف ما قلت خديتهم من مرجان، مرجان اللي في حي الرياض، ولكن اكيد غيكون في مرجان كامل. هادو الاشياء اللي خديت من مرجان، زائد هاد طبق ديال تقديم الحلويات. انا هذا ما عنديش وكنت كنقلب نشري،
فين ما مشيت نشري كنلقاهم في الالوان والاشكال ومزوقين بزاف. بالنسبه لي ما غاديش ينفعني لانني عندي تشكيله من اواني طويله، يعني المائده اللي كناكلوا فيها واللي كنقدم لينا وللضيوف مختلفه، ما غيمكنليش ندخل فيها شي حاجه نشاز ماشي بحالهم. هذا غادي يدخل في قلب كل الاواني اللي عندك لانه شفاف ترونسبارون. هذا الثمن ديالو كنظن شي 62 او لا شي حاجه هكا، او لما وصلش 60 درهم كنظن. حتى هذا باقي موجود وفيه احجام ومن مرجان ديال حي الرياض. وهذا كذلك راهم معروفين بالنسبه للبنات. هذا صحن تقديم من هاد النوعيه هذه اللي راها معروفه كتسمى بالفرنسيه لاردواز. عنده هنا واحد القواعد او لا قاعده علاش كتنزليه باش ما كيبقاش يتحرك، وكذلك كيجي مرفوع على السطح اللي انت حطيتيه عليه، ويمكن لك تقدمي فيه اللي بغيتي. كيتقدموا فيه الاكلات الاسيويه، ولكن انا عجبني نقدم فيه اي حاجه بغيت وقلت ارا نجرب. الثمن ديالو خديته واقيلا ب 34 درهم، وفيه اللي فحال هذا، يعني صحن بالطبقات من هاد الشكل هذا، لكن انا ما يعني الاحتياج ديالي كان بسيط هو هكذا، ولكن انا بالنسبه لي هذا كيكفيني. غادي نقدم فيه اما الاجبان او لا بعض الحلويات ولا بعض الاكلات لينا كاملين، يعني صحن واحد فقط. كملنا المشتريات اللي خدينا من الاسواق، ودابا غادي نشوفوا مشتريات اخرى. هادو اواني ديال التخزين، الشكل ديالهم زوين والنوعيه ديالهم جيده، يعني ما غتلقاوش احسن منهم. الاكل فيهم كيبقى محافظ على الطراوه ديالو. وهذا نوعيه اخرى كنت خديتهم، هادو اخر ما خديت، تابروير او لا تيبروير على حسب النطق ديالكم واش بالفرنسيه ولا بالانجليزيه. كذلك هادو علب ديال التخزين، بيت الخزين ديالك او لا في اي مكان، المهم انهم ما كيدخلوش نهائيا الروائح، وممكن ديريهم في الثلاجه ماشي في المجمد. هادو غير مشاركه عابره، ماشي هذا هو الاساس ديال الفيديو. عندها واحد المصداقيه كبيره وصحيه جدا، يعني ما تلقايش شي حاجه صحيه اكثر منها في السوق، غير هو ما كيكون الثمن ديالهم زايد شي شويه، وكذلك ما متوفرينش في الاسواق. خاصك تشوفي شي موزع او وسيط هو اللي كيبيعهم، وانا شخصيا كناخذهم فاش تكون بروموسيون، يعني فاش تيكونوا عروض، وتما كناخذهم واحد السيده، والعروض ديالهم كيكونوا زوينين. يعني بعض المرات خاصك تسناي العروض وتاخذي بالثمن اللي غيناسبك، وكذلك تاخذي الحاجه اللي غتناسبك. انا هادو ناسبوني، اولا عجبني اللون ديالهم والشكل ديالهم، يعني كيفتح النفس، وثانيا مهمين بالنسبه لي لان هادو كنقدم فيهم بعض المرات حلويات بريستيج او الشوكولاته المنزليه بالنسبه لهادو، وكنقدمهم في الطاوله كيجي المنظر ديالهم زوين، ما كيبانوش بلاستيك نهائيا. وهادو كنخزن فيهم في البلاكار ديالي او كنديرهم في الثلاجه، لانه علب المجمد مختلفين على هادو تماما. هادو علب تخزين او علب الثلاجه، واي حاجه درتيها لداخل فهي ما كيتغيرش اللون ديالها وما كتاخذش الروائح من الحاجات اللي دايرين بها. كيف ما قلت الاثمنه ديالهم شويه زايدين رغم انني خديتهم في البروموسيون، ولكن راهم ما كيتباعوش الاسواق. هذا غير مشاركه من اخت او ام لوليداتها او لا لاخواتها. هادشي اللي كاين فقط، نتمنى انني نكون فدتكم ولو بالقليل. واللي مهتم بهاد الامور في اخر الفيديو غادي تلقاو دويره خفيفه في مرجان درتها فيها البعض من هاد الاواني اللي وريتكم في الفيديو. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله احبائي.